السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا الأول والتاني في وحدتنا التانية من كتاب جاب. طبعا شكل ما احنا عارفين بيديني كلمات عشان بيتأكد من حفظي لمعاني الكلمات. عندنا كلمة فريج يعني تلاجة، كيتل كيتل بمعنى غلاية، وعندنا ستور ستور بمعنى متجر، أوفرد أوفرد يعني عرضه. Number one, بقول I'll turn the A on and make us something. Turn on بمعنى يشغل، فبقول بقى أنا هشغل إيه عشان نعمل شاي؟ أكيد طبعًا الكتل. كتل بمعنى غلاية الشاي. تعال نشوف number two، بقول أنا keeps our food cold and fresh. إيه اللي بيحفظ الأكل بتاعنا بارد وكمان طازج؟ أكيد طبعًا دي فريج. وفريج يا حبايبي بمعنى التلاجة. تاني فريج بمعنى التلاجة. نمبر 3 بقول مام to read me a bedtime story tonight. عايز يقول لي ان ماما عرضت عليا ان هي تقرا لي قصة قبل النوم الليلة دي. طبعا كلمة يعرض اسمها offer، تاني يعرض اسمها offer. يبقى اذا هقول مام offer to read me a bedtime story tonight. تعال نشوف حبايبي، يلا صفحة 59 مديني at ومديني for ومديني lucky، كلمة lucky بمعنى محظوظ، وكلمة spend spend حبايبي بمعنى يقضي. Number one بقول we waited a his friend inside the library. طبعا كلمة wait بمعنى انتظر، ينتظر بتاخد حرف الجر ايه؟ بتاخد for. wait for بمعنى انتظر لي. بقول we waited for his friend inside the library. Number two بقول the class decided to aid the afternoon planting flowers in the school garden. بقول طبعا الفصل قرر، كلمة decide to معناه يقرر ان، فبقول قرر ان هو يقضي فترة الظهيرة في زراعة حبايبي الزهور في حديقة المدرسة، فبالتالي يقضي اسمها spend، فهقول decided to spend. Number three بقول I won a prize in the race I feel a. طبعا بقول انا كسبت جايزة في السباق يبقى انا اشعر بيه، اكيد طبعا I feel lucky، وكلمة lucky حبايبي بمعنى محظوظ. تاني I feel lucky يعني اشعر ان انا محظوظ. تعالى حبايبي بقى نشوف اهم اللانجوج نوتس اللي موجوده عندي. بيقول لي ان ميك لما يجي وراه مفعول بيجي وراه حاجه من الاثنين، يا اما مصدر يا اما صفه. هنا بيقول لي ذا كلاون ميد اس، بيقول لي ان المحرك ده جعلنا، هنا ميد وهنا المفعول. قال لي بقى يا اما اقول هابي يا اما اقول لاف. طب ما ينفعش اقول تو لاف؟ قال لي لا طبعا. ليه؟ لان ميك مفعول بيجي وراه يا اما مصدر بس من غير تو يا اما صفه. طبعا كلمه يوز معناه يستخدم، لما اقول يستخدم شيء في ايه؟ يا اما اجيب تو يا اما اجيب فور. طب ايه الفرق؟ قال لي تو بيجي وراها مصدر، فور بيجي وراها فعل في اي ان جي او اسم. واللي وي يوز هيدفونز تو ليسن اور فور ليسننج تو ميوزك. يبقى لو جبت تو اجيب وراها مصدر، لو جبت فور اجيب وراها فير بلس اي ان جي. طبعا حبايبي عندنا كلمه ديسكاونت، ديسكاونت حبايبي بمعنى تخفيض، واوفر بمعنى عرض، وسيل برضو نفس الكلام بمعنى اوكازيون، وديل حبايبي بمعنى صفقه. طبعا حبايبي لما اقول ديسكاونت بمعنى تخفيض معناها ان تخفيض من السعر الاصلي للشيء، يعني مثلا حاجه ب 50 جنيه هم يخفضوا في سعرها ل 30 جنيه يبقى انا كده اسمه ديسكاونت. ديسكاونت يعني تخفيض. او مثلا واحد بيقول ان الحاجه دي ب 100 وانا هديها لك ب 70 يبقى كده عمال ديسكاونت. ديسكاونت معناها تخفيض. هنا مثلا بيقول this microwave has 25% discount، يعني عليه 25% خصم. it usually costs LE 1000 but now it's LE 750. يبقى اذا سعره الاصلي 1000 جنيه فنزل 25% بقى 750 جنيه، ده بقول عليه تخفيض. الاوفر حبايبي العرض في الغالب بيكون مرتبط بهديه ثانيه مع الشيء، ده بقول عليه عرض، او ان هو بيزود مثلا الشيء نفسه فده بقول عليه عرض، يعني 1 زائد 1 ده بقول عليه اوفر. يديك معاه كوبون هديه لشراء شيء ثاني ده بقول عليه اوفر. فبقول إذا special offer for the smart TV is free speakers، يبقى إذا هو زود حاجة كمان مع الشيء الأصلي فده بقول عليه offer. طيب كلمة سيل حبايبي بمعنى أوكازيون، إيه الأوكازيون ده؟ قال الأوكازيون ده الفرق بينه وبين الأوفر والديسكاونت إن هو بيبقى مرتبط بوقت معين. تاني كلمة سيل معناه أوكازيون وده بيبقى مرتبط بوقت معين، لما أقول ذا كلوز شوب هاز سيل، هاز سيل يعني عامل أوكازيون في فترة محددة وفترة معينة. all the clothes are cheaper than usual this week، يعني كل الملابس دون استثناء اقل من المعتاد هذا الاسبوع. طبعا عندنا كلمه ديل، ديل حبايبي بمعنى صفقه، والصفقه هنا تقريبا بتساوي كلمه ديسكاونت بمعنى ان هو بيبقى فيه تخفيض على الشيء من سعره الاصلي. فبقول I bought this mobile for only 1500 pounds it was a great، يعني كانت صفقه عظيمه. تعال نشوف بقى في الاختيارات. نمبر 1 بيقول لي We have a good A today. You get either a speaker or headphones when you buy this
لابتوب. يبقى انت هتشتري اللابتوب وهيديك حاجه عليه كمان، ده بسميه اوفر، واوفر حبايبي بمعنى عرض. تعال نشوف نمبر 2، بيقول يو كان يوز ا بنسل اي دروينج. طبعا هنا بستخدم القلم الرصاص للرسم، خلي بالك ان جاب لي هنا اسم او فيرب بلس اي ان جي، فبالتالي بقول فور. تعال نشوف نمبر 3، بيقول ماي فريند ميد مي اي سو هارد. طبعا ميك مفعول بيجي وراه حاجه من الاثنين، يا اما مصدر يا اما صفه. هنا مديني مصدر وتو المصدر، حاولوا لاف، ولاف معنى يضحك. طب تعال نشوف اللي بعدها حبايبي، بيقول لي grandma bought me a new dress with a 25% A. طالما مديني النسبة المئوية هنا فلازم اقول عليها حبايبي discount. discount بمعنى خصم. تعال نشوف حبايبي بقى صفحة 63 الاختيارات اللي فيها، بيقول لي this microwave has a 25% A. usually it costs LE 1000 but now it's 750 pounds، 750 جنيه. قلنا ده طالما حبايبي ربطها لي بنسبة فدايما ده اقول عليه discount. discount حبايبي بمعنى تخفيض. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي not is a time when a shop sells things at a cheaper price than usual. طبعا هنا حبايبي قال لي تايم، تايم يعني ربطها بوقت، الوقت ده المحل بيبيع فيه الاشياء بسعر مخفض عن المعتاد، ده بقول عليه حبايبي سيل، وسيل بمعنى اوكازيون. طب تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي when I'm excited لما اكون متحمس I sometimes speak loudly. The antonym of loudly، طبعا عايز عكس كلمة loudly، ولما أكون متحمس بتكلم بصوت عالي، عكس بصوت عالي أكيد طبعا بهدوء. يعني إيه بهدوء حبايبي؟ quietly، quietly معناها بهدوء. نمبر 4، بيقول لي the most useful thing in the kitchen is the إيه؟ أكتر حاجة مفيدة في المطبخ هي إيه؟ يا ترى speakers يعني سماعات ولا سمارت تي في، تلفزيون سمارت ولا فريج، ثلاجة ولا ماجازين؟ طبعا الحاجة اللي هتكون موجودة في المطبخ هنا هي الفريج، وفريج حبايبي بمعنى ثلاجة. تعال نشوف رقم 5 يلا. طبعا من أول رقم 5 هنا المفروض إن احنا حليناهم قبل كده، بس حصل مشكلة فنية كده في الصوت، فبالتالي هنقولهم تاني إن شاء الله عشان نكون فاهمين ليه اخترنا. طبعا بيقول لي the assist helped me choose my skirt to correct the underlined word at the suffix. طبعا كلمة assist حبايبي شكل ما احنا عارفين إن معناها يساعد، لكن مين اللي هيساعدني؟ اكيد اسمه assistant، واسيستنت حبايبي معناها البياع او المساعد. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي is equipment that you connect to a phone or a computer to listen to it. قال لي جهاز بتوصله بالتليفون او الكمبيوتر عشان تسمع، ده طبعا بسميه speaker، وسبيكر طبعا بمعنى سماعات. نمبر 7، بيقول لي اسامه's family have a TV they can now watch films from the internet. طبعا عندهم تلفزيون اكيد ذكي لانهم بيقدروا يتفرجوا على الافلام من على الانترنت، فعشان كده هختار سمارت. نمبر 8، بيقول لي there is a sale this week so the shop is full of A from all over the city. بيقول ان في اوكازيون هذا الاسبوع عشان كده المحل مليء بمين؟ من جميع انحاء المدينه، اكيد طبعا كاستمرز، وكاستمرز بمعنى زباين. هنشوف نمبر 9، بيقول لي كشري is a popular food in Egypt the synonym of popular. بيقول لي الكشري طبعا طعم محبوب في مصر او شائع في مصر، فبيقول لي بقى عايز معنى كلمه popular. طبعا معنى كلمه popular common، وcommon برضو معناها شائع او محبوب. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي a is a machine that cooks food very quickly using special waves. بيقول لي طبعا ان هي اله بتطبخ الطعام بسرعه جدا باستخدام موجات خاصه، ده طبعا اسمه مايكرويف، المايكرويف. تعال نشوف نمبر 11، بيقول لي the cotton t-shirt is currently a special offer at LE 150، يعني ب 150 جنيه. طبعا لو حفظنا البريبوزيشنز هلاقي الكلام ده سهل خالص، عندنا كلمه on a special offer يعني في عرض خاص. تعال نشوف نمبر 12، بيقول لي when I wear A I can hear the music really well. لما برتدي A بسمع الموسيقى كويس. طبعا انا مش هرتدي السماعات الاله لكن هرتدي هيدفونز، وهيدفونز اللي هي سماعات الاذن. تعال نشوف نمبر 13، بيقول لي the A showed that 32% of people prefer online shopping. طبعا اللي هيبين ان 32% من الناس بيفضلوا التسوق عبر الانترنت ده اكيد سيرفي، وسيرفي يعني استفتاء او استطلاع او استبيان. تعال نشوف نمبر 14، بيقول لي is a machine we use to cook and heat food. طبعا بيقول لي ان هي اله بستخدمها عشان اطبخ وكمان اسخن الطعام، دي طبعا اسمها oven، واوفن حبايبي بمعنى فرن. تعال نشوف نمبر 15، بيقول لي I want to sell my old car. انا عايز ابيع السياره بتاعتي القديمه. sell is opposite in meaning to.
والسيل دي ليها بيع، عكسها طبعا باي، وباي معناها يشتري. تعالوا حبايبي يلا نشوف بيج 64 صفحة 64. عندنا كلمة ديل قلنا معناها صفقة، باي يدفع، اسيستنت بمعنى بياع، لوس بمعنى خسارة، ماشينز بمعنى ماكينات أو آلات، وبيد معناها دفع. في واحدة هنا مضارع وفي واحدة ماضي. بقول له last week I wanted to buy a kettle، طبعا الأسبوع اللي فات، يبقى كده أنا بتكلم في الماضي، حبيت أو كنت عايز أشتري غلاية شاي. So I went to a shop which sells electric A، طبعا أكيد بيبيع electric machines يعني آلات أو ماكينات كهربية. I asked the shop assistant، أكيد طبعا أنا طلبت من الشوب assistant، شوب assistant اللي هو البيع، to help me choose a good one. He advised me to take an Egyptian kettle، قال لي طبعا انت تاخد غلاية مصرية. I agreed and paid، وليه قلت paid ما قلتش pay؟ عشان الكلام في زمن الماضي. Paid him 300 pounds، ودفعت له 300 جنيه. It was a good deal، ودي كانت صفقة جيدة. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال اختياري. بيقول لي is something that you use in the kitchen to boil water، ايه اللي بستخدمه في المطبخ عشان اغلي المية؟ اكيد ده الكتل، كتل بمعنى الغلاية. Number 2 بيقول لي they have a TV at home to watch films from the internet، طبعا هيشاهدوا الافلام على الانترنت اكيد في السمارت تي في، وقلنا سمارت تي في يعني الهاتف يعني التلفزيون الذكي. تعال نشوف يلا نمبر 3 واللي is something that is a good price to encourage people to buy it، طبعا بيقول لي شيء بسعر جيد بيشجع الناس ان هي تشتري، طبعا ده اسمه سبيشال اوفر. سبيشال اوفر بمعنى عرض خاص. تعال نشوف نمبر 4 بيقول the antonym of smart، طبعا عكس كلمة smart، smart معناها ذكي، يبقى اكيد stupid، و stupid معناها غبي. نمبر 5 بيقول my bag is the best if the leather is very soft، بيقول لي ان الجلد بتاعها طري جدا، يبقى the best quality، و quality حبايبي بمعنى جودة، اما quantity بمعنى كمية. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي e means a good or cheap price، بيقول لي معناها سعر رخيص او جيد، ده طبعا بقول عليه ديل، وديل معناها صفقه. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي ذا برايس اوف ذا واتش، واللي سعر الساعه از وندرفول، رائع، وذ فري، ايه اكيد وذ فري ديليفري، وديليفري حبايبي بمعنى خدمه توصيل مجانيه. نمبر 8 بيقول لي ايفري ون لايكس محمد صلاح ذا فوتبولر، هي از اي بيرسون، طالما بيحبوه يبقى اكيد هو بوبولار، وبوبولار يعني محبوب. تعال نشوف نمبر 9 بيقول I didn't order a microwave، يعني انا ما طلبتش مايكروويف، I ordered an oven، طلبت فرن. They sent me a wrong A، طبعا هم بعتولي ايه غلط، اكيد طبعا سلعة غلط. طب سلعة يعني ايه؟ سلعة اسمها item، item. تعال نشوف نمبر 10 بيقول March is the month when there is a A on the winter clothes، طبعا بيقول لي شهر مارس ده هو الشهر اللي بيكون فيه ايه على ملابس الشتاء، طبعا كده بنقول لسه طالعين من الشتاء ورايحين الربيع، يبقى اذا لازم يعمل اوكازيونات لان ده في وقت محدد ربطه بوقت، يبقى على طول دايما بقول عليه سيل، وسيل حبايبي معناها اوكازيون، انما سيل يبيع وسيل يعني خليه، وكلمه سيل بمعنى يبحث. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجاية ان شاء الله. واستنونا في الحلقة الجاية مع جرامر الدرس الاول والتاني في الوحدة التانية. يلا اللايك بتاعك الجميل وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.